برجع بذكر ضيفنا كان احمد الغول اللي كان ضيفه لهبه بواحد اثنين ثلاثه، بيقول لكم يلي بحاجه لاي تمارين خاصه او يتعرف على التمارين لذوي الاحتياجات الخاصه او يلي بحب يتبرع من سعر اي ويل تشير لحدا بحاجه لها يتصل على 03 132 900 03 132 900. نحن وياكم رح ننتقل على رشه ملح مع الشيف فيصل لنشوف وين صرنا بالكريب. كان عن جديد صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. نحن كنا حضرنا ميكس الكريب اللي هلا رح نشوف الوصفه على الشاشه، اللي هو عباره عن 100 طحين، 25 كاكاو بيضه و300 ملي من الحليب. فيكم تحطوا فانيلا، حطيت 10 جرامات من السكر، فيكم تحطوها بلا سكر اذا حابين تحطوا شيء ميكس سلي فيها، وطبعا رشه ملح. حطيت لها رشه ملح، بس بذكر انه لازم ينزل معها رشه ملح. ضربناها على الهاند ميكسر اوكي، والوصفه عم نشوفها على الهواء. هلا عندنا الحشوه اللي هي عباره عن 120 جرام من الكريمة و200 جرام من الماسكربون تشيز او القشطه او اي شيء بتشوفوه، ما ضروري اذا الماسكربون بتلاقوها غالي، في شغلات كثيره بالسوق كريمات قشطيات فيكم تحشوا فيها، فيكم تجيبوا كمان كريمة قابله للدهن، فيكم الجناش الوصفه اللي حضرتها الاسبوع الماضي كمان فيكم تستعملوها. نحن رح نحمي المقلاية او اللي هي حامي، رح نحط لها رشة اويل سبراي، نمسحها. وهون عندي انا حضرتهم جاهزين، رح فرجيكم كيف رح يطلعوا. برجع بذكر انه شوكليت كريبس، وجوزيف رح ينطفي قلبه بده يذوقهم. نحن رح نعمل هالطريقة، هيدي فينا نعبيها كلها يعني مثل ما شايفين. بهالطريقة هيدي عبت كل المقلاية، ننطرها لتبلش تقشر عن جناب، نار قوية. بهالنص دقيقة رح نمسح القناش او شوكولا بقلبها. ترويقه طيبه قويه. نحن مثل ما شايفين هوب لزقت على الكفوف. برافو عليك يا شيف فيصل. ننطرها شوي اكثر تا تتأمر او تنشف. اوكي، انا لحط الفواكه المشكله الموجوده عندنا، دراق، كرز، خوخ، مشمش، شو بعد فينا نحط؟ افوكا او موز. بهالطريقه هيدي شقفتين افوكا نطويها بهالطريقه. بهالطريقه بنحطها بالصحن، نحط لها مثل ما شايفين، من شوي عجلت عليها قلبناها، نحط لها من الكريم قبل ما تقلنا توب. خلص الوقت، حطينا لها الكريمه ماسكربون اوكي، و فينا نرجع نضيف حبه مشمش، كرز، ورشه سكر بودره. وبقلكم صحتين جوزيف، كاميرا لك والكريب لألك. والكريب لألك. ثانك يو. ميرسي لألك شيف فيصل. نرجع بنشوفك طبعا بعد شوي بالوصفه الطويله. اما ضيفنا اللي موجود معنا اليوم فهو بفقره عطريقك، السيد طارق ابو الذهب. اول شيء بصبحك بالخير، اهلا وسهلا فيك، يعطيك الف عافيه. يعني اسم الله عليك، باين عليك رياضي بامتياز، محافظ على جسمك تمام، عضلاتك ظاهره، وكله بفضل الدرجات الهوائيه. البسكليت اللي عندك اياها هوايه من زمان، كيف بلشت معك الهوايه؟ هوايه بلشت سنه ال 56، يعني كنت انا شو اسمه عم بتمرن على بسكليت عاديه على طريق صيدا،
في رئيس النادي جوزيف غليان بهالوقت اكتشف كان عم يمرن الفريق تاعه بالقلب الاقدس. ايه اكتشفني وشو اسمه وهيدا قال لي شو اسمه ضمي للنادي تاعه وبلشت انزل سباقات وتطورت معك هالهوايه لتصير احتراف. نعم تطورت صرت اربح سباقات وهيدا. شو السباقات اللي شاركت فيها بلبنان وبالعالم ووصلت لمرحله؟ بلبنان اشتركت في عده سباقات. باول سباق صيدا بيروت ضد الساعه ربحته وبعدين بيروت بكفية وعدة سباقات يعني. وبيروت الأرز من بيروت الأرز يعني بسنة 59 نعم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط صارت عنا بلبنان. نعم. ايه بيروت الأرز 148 كيلومتر جيت فيه سادس ورا خمسة إسبان. اها يعني إيه الأول لبناني. أول لبناني ايه أول نعم عربي. وبعدين تغلبت على الفرنسيين والبلاد العربية كمان. نعم ايه هو هون المدرب الفرنسي بتعرف صار يحكي مع السيد جوزيف غليان رئيس النادي. نعم قال لي اذا بتجي على باريس على فرنسا وكذا وهيك. نعم هلا سنت سافرت انا شجعني السيد جوزيف غليان نسافر على اوروبا سنه الستينات وبلشت هنيك انضميت لنادي قوي بس دوز. نعم. إيه وصرت اشترك بسباقات دوليه وهيدا. اسم الله عليك يعني مبين رياضي بامتياز. بعدك لهلا بتمارس هالرياضة؟ نعم نعم بعدني لهلا. في اسالك سؤال عمر كله قدي عمرك؟ 74. اسم الله عليك 74 وبعدك كل يوم بتطلع على الدراجة الهوائية؟ لا لا مش كل يوم يعني مرتين بالجمعة أو ثلاث مرات. بتسوق سيارة؟ لا 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 مش بسوق سيارة لا. ما بتسوق سيارة، بتفضل دراجة الهوائية. دراجة. وبعدك محافظ مثل ما احنا هلا معنا ثلاث دراجات اللي هن لإلك موجودين. نعم. هون، بس ما احتفظ بال 1960 دراجتك اللي كانت بهداك الوقت. هذيك الوقت لا، هذيك اللي كانت بهذيك الوقت لا، ما كان هذيك الوقت دراجة هذيك الوقت لا ما كانت منا هون. منا هون بس لا عندك إياها بعد. لا لا أخذتها على فرنسا معي. نعم. ورجعوا عطوني بسكليت غيرها. نعم. إيه عطوني هيدي الزرقاء اللي شو اسمه بسكليت جيتان. اها سنة 61 هيدا شو الرقم اللي عليها مع ابو هيدا حلو. اخر سباق اشتركت فيه بسباق دولي سباق. نعم. برلين براغ فارسوفيا خليته ذكرى. هلا هو ثلاث درجات ماشيين وماشي حالهم. هي. نعم. القديمه شو هي لونها احمر؟ القديمه هيدي بيجو. نعم قديمه عمرها من سنه من 68 بس تقول بيجو او تسميها بكون شركه بيجو هي مصنعتها. نعم نعم اللي بيجي ما بتصنع سيارات بتصنع. ايه هي ذاتها بس هلا ما بقى في سكرت الشركه بفرنسا سكرت. طيب شو علاقتك هلا اليوم انت بالدراجه الهوائيه شو كيف توصفها؟ والله الدراجه الهوائيه يعني اللي بيزاولها يعني بتحرق لك يعني حراره وبعدين ما بتخليك تعمل لا كوليسترول ما بيصير معك لا كوليسترول ولا سكري ولا شيء. عندك مشاكل صحية هلا مثلا؟ لا لا الحمد لله ولا مشكلة صحية اسم الله الحمد لله يعني. لا لا الحمد لله. هل الفضل للدراجات الهوائية؟ دراجة نعم يعني بدك تمارسها بانتظام. نعم يعني ايه مش حي الله رياضة يعني تمارسها ثلاث مرات بالجمعة وهيدا هيدا بتعطيك نشاط نعم. نعم. طب أنت هلا عندك محل نعم للدراجات الهوائية؟ نعم. شو هو؟ شو بيصير فيه؟ محل دراجات من سنة ال 66. نعم. ايه بستورد يعني عندي وكالات بستورد دراجات من تايوان من ايطاليا. ايه نعم. بيجوا العالم اللي عندك بيستاجروا ولا بيشتروا؟ لا لا بس بيع وتصليح. بيع وتصليح. او بتصلح كمان دراجات. نعم. نعم. واسعار كيف اسعار الدراجات الهوائية؟ مثلا مثل هيدي اللي عنا اياها المال. هيدي مثلا في ابتداء من 450 دولار. نعم الاوروبي البضاعه الاوروبيه. هلا التايوانيه في من 250 دولار ما بتضاين عند الاوروبيه. لا لا غير نوعيه غير هيدا. طيب شو الاوبشنز اللي صارت تجي بالدراجات ناري فيك تشرح لنا شوي عنهم؟ هلا الاوبشن صار عم تجي كلها يعني البيسيسات صارت حديثه الفريمات في بريك صارت الفيتسات كمان كلها زادوها مثلا كانت خمسة غيارات صارت تسعة وعشرة ايه صارت ايه نعم صار بينشغل على الغيارات ايه صار ايه نعم. نعم طيب وبطلوع صارت اسهل منه وقت ايه نعم نعم وبعدين عملوا طريقة انه صارت تتغير
من ستتغير بالتسات من الديركسيون اذا ملاحظ. نعم. بالقديمه كان من تحت تتغير. كلها صارت حديثه يعني. حتى الدحسات كمان غيروا سيستم الدحسات كمان. يعني احنا عم نشوفهم هلا بالتدرج، هلا القديمه الحمراء. نعم. قديمه كثير عندك، قد من كم سنه؟ الحمراء هيدي من 68، سنة 68. الزرقاء اللي حضر اعطوك اياها بفرنسا؟ ايه بالفرنسا اعطوني اياها بال 61. بال 61؟ نعم. ضلت عندي واشتركت فيها دورات وسباقات دوليه ومحليه. يعني لها فضل كمان الدراجة. واللي عم نشوفها اخر وحده هي حديثه. هيدي حديثه. ايه هيدي حديثه. كمان انت بتقدر تطلع عليها و... نعم ايه. هلا هيدي درجه هلا هيك حديثه لانه دولاب 28 قياسه. نعم. سريع يعني خفيف. طيب طرقاتنا بلبنان مأهلة للدرجات الهوائية لأنك تمشي فيها مزبوط؟ في أمان؟ في في لا ما هذه هي منهم، ما في أمان. لا هيدي المشكلة. نعم. كثير بلاحظ أنا زبونات بيجوا بدهم يعملوا رياضة، ما في محل، ما في محل. هلا نحن بنضطر نروح على محلات بعيدة بناخذها بالسيارة و بنعمل شو اسمه رياضه. في مناطق جبليه، في مناطق بيروت كمان. هلا بالصيفيه بنطلع على فريا مثلا، هنيك بنعمل عيون سمان هنيك. نعم. ما في حد سيارة. ايه اطول مشوار عملته؟ اخر مشوار اطول مشوار وين؟ بدوره ب 250 كيلومتر بسباق السلام سنه ال 62. اطول ايه 250 كيلومتر. نعم. طلوع ونزول؟ لا 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 بس سهل ببولندا. اه ايه قاعدين كنا طلوع ونزول 180 200 200 وشوي. من هون للارز 145 كيلومتر. هي 148 كيلومتر. امتين عملتها؟ بسنه 59. بسنه 59. طيب هلا عندك نفس التوازن اللي كان عندك اياه قبل على الدراجه بس تطلع عليها؟ ايه التوازن هي ذاتها ايه، بس ما نفس القويه طبعا. نعم طبعا ايه بيروح واحد ايه ايه نفس اليوني مثلا نفس 74 سنه العمر كله اسم الله عليك من وراء الرياضه اللي كنت تمارسها وهالمسافات اللي قطعتها. وبعدين قد ايه بتحس على عمرك هلا؟ هلا يعني كان عمري مثلا 50 سنه. 50 سنه اسم الله. ايه بس اطلع جبل مثلا او شيء. بس تطلع وبتمشي؟ ايه معلوم بمشي. تمشي مش على الدراجه، بتمشي مشي، بتمارس الرياضه غير لا الدراجة. مشي لا ما بعمل مشي لا بس كل فيت بس. طيب الدراجة الهوائية اللي ممكن تنمي عضلات الجسم كله ولا على الاجرين؟ لا ما بتعمل لك كله لا بس اجرين، تعمل لك عضل بالاجرين الارجين، وبعدين بدك انت تعمل حركات السويدية. هلا هي بتقوي لك نفسك. نعم. نفس نفس بصير اطول. اطول ايوه. هلا انا بلاحظ انه يلي بيعمل سكي بيعمل بسكليت. انت خذ مثلا عن شو اسمه شعيا. نعم. عمل كان يعمل بسكليت. اها ايه من شاري من عندي بسكليت وهذا ادغار شعيا، هيدا شو اسمه ماكسيم شعيا. ماكسيم شعيا الوالد. نعم. انا بدي اتمنى لك التوفيق استاذ ابو الذهب، واتمنى التوفيق لمحلك اللي هو موجود وين؟ بعبد الظريف. على الظريف. على الظريف شارع يعني خلف المستقبل تقريبا. ادارتنا هون كلمه الابيض. انا بدي اتشكر حضورك معنا والتوفيق. الله يخليك بصحتك وصلى عليك ويكثر من امثالك وقد ما فيكم. فاذا ركوا على الدرجات الهوائيه. نعم. وركوا على هالرياضه وخلوا اولادكم يتعودوا يسوقوا بسكليتات لانه شغله شكلها مهمه جدا ورياضه بتطول النفس وبتعطي الصحه الحلوه. لكل المشاهدين وقفه بسيطه وبعدها رح نتابع نحن وياكم مع جون ورح نكون مع جيل توب ومن بعده طبعا بنختم مع الشيف فيصل. خليكم معنا.